أمور جناب. إيه اللي أنت لابسه ده؟ إيه ده فلينة. ما تصدقش يا كبير، الناس كلها في السوق هتقطعوا بعضيهم على فلينة، اللي ما له جوني بيه أعطاني تنين. جوني إيه؟ ما بلا ما أخذه يا كبير. إيه المكتوب على الفلينة ده؟ ده مكتوب نعم نحن نستطيع أن نعملها. عملكوا أسود ومهبب. يا كبير. احرق الفلالين دي واجمع كل الرجالة في المخزن. قدامك 10 دقايق غور واللي هيتأخر أمسك السلك عريان. أنت يا أشرف أنا كنت براهن عليك، خيبت أملي فيك. أمسك السلك يا أشرف. سمحنا يا كبير. خلاص يا كبير، آخر مرة يا كبير. جزرة وقطمها جحش. ده هيعلمك بعدك. ده ما تفوتش معاد الكبير واصل. فوتت معادي عشان خاطر في الليلة. امسك السلك يا اشرف، والا انت عارف انا هعمل فيك ايه. خلاص يا كبير، حمسكه. لا فيه السلك هاي. يا رجال بس يا زهبل انت، خلينا نعرف نشتغل. تفضل جنابك. يا رجال الواد جوني اخويا ده داير يوزع هدايا وتصاوير على اهل البلد، وهم ما يصدقوا حد يديهم، فيقوموا يركبوه فوق روسنا ويكسبوه. قوم احنا بقيه نسكتوا؟ يسيبوه يبرطع؟ لا، احنا لازم نضربه، وضربتنا هتكون قويه. عبد الله اهدي. بسم الله ما شاء الله، أسرة سعيدة. عندك عيال؟ عيل واحد يا كبير. ايه ده؟ صح. وزاع أمر جنابك. استمارة. تفضل. شوف يا سيد أبوك. أيوه. هتحط الصحف خانة الكبير، ولدك هيرجع لك صاغ سليم. هتقل عقلك وتحط الصحف خانة جوني، يبقى مش هتشوفه تاني. أحب على قدك يا كبير. أشرف. هم يا كبير. هات الواد. أحب على قدك يا كبير. أنتوا جاقول إيه؟ يعني ماني وكش تعترف؟ أهلا يا أهلا أهلا يا كبير. خطأ عزيز، أنا ورد المخزن. أفلم عليكم يا رجالة. ها عامل إيه الواد معاكم؟ متربس حبتين، اللي مشوية هيجيب. أديله قديه؟ لا مش كتير، هديله ساعتين زمن دلوقتي. باه قديه هيموت طالع من المويه هدير. ده مهما كان يعني بلدياتنا وموته هيأثر فينا. ادرس، تعال ادرس. ما تخافش، أنا مش هزيك. أنا لو عاوز أزيك هزيك، أنا مش عاوز. أنت عاوز؟ أحب على قدك يا كبير، مش عاوز. زين. قولي ادرس. أقولي الناس دي هذيلها ساعتين هتعدن فيا ويقولوا لي قول قول، قولوا لي بس اقول ايه وانا اقول على طول. باه، وانت ما قلتلوش اللي قلت لك عليه؟ جنابك ما قلتليش. انا اقول لك اللي قلت له عليه وما قالهولكش. قول. دلوقتي جوني وجماعته عم يطبخوا في حاده بقالهم شوي. ايه هي؟ حاده؟ تفتكر ايه هي؟ الظاهر ان صحتك جت على الميه وجو المصايف يا هدرس. فزاع. امر جنابك. اقول جناه سيدوني هيعملوا جناه عتاجي على التلفزيون. جناه ويطلع التلفزيون والحاجات دي. ها اسمع يا هدرس، لو فتحت خشمك بكلمة واحدة اخلي اكبر حتة في قدك ده، ولا ليه انا هديك عينة مؤقتك ده عشان تفكر مليون مرة قبل ما تفتح خشمك. يا اشرف. امر يا كبير. اعمل الصح. بلاش الصحة يا كبير. اعمل لي قناة اعمل لي 10. يعني هنعمل ايه يا كبير؟ انده للواد بسيوني ساد ده تعدش وحصلني على الدوار. امر جنابك. واكل يا ست الناس. خش شوف يا فزاع، ده قديله اكتر من 24 ساعة على الحال ده وما دكش الزاد يا كبدي، وانا خايفة لا يجرى له حاجة، والنبي تخش له ده بيحبك وهيسمع كلامك. اطمن يا ست الكل، الموضوع ده هم اللي هو ليلة. السلام
سو كيوت. تبتلك احسن فرسه في الناحيه كلها، فرسه تليق بالعمده الدديه. لا 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 ما ينفعش اركبها، مش طالبه مخمضه، انا لسه فاتر فروت سالاد، مش هينفع. بعدين انا لابس جلابيه، ده هيجيب لي تسلخات. طب امر يا سيدوني، كله مودود، حمار، بغل، دمل، داموسي. هو لازم العمده يركب حيوان؟ ايوه. الحاجه اللي طلبتها منك وصلت من 6 الصبح. I love this song. بتعدي في حته نهرتي بيتقطع من حته لحد 6. فين الحاجه؟ اهي بقى، تعالى. السلام عليكم يا كبير. باي. ايه هنجلبوها مناحة ولا ايه؟ ما خلاص يا كبير، اللي حصل حصل، يا ما دكت على الراس طبول. لا هتقعد كأنك اتميت. ام خد نصيحة مني يا كبير، كبر الجيه وروق الديه. ولا اللي هقول لك ولا ايه؟ بس تعرف يا كبير، الموضوع يعني يكدر ويزعل. قاعد لميك ولا عليك، قلت لك عيل اصفرك ده يقول لك انا اخوك. لو ايه ده ياخد اللي وراك واللي قدامك وفاقيه من عموديه كمان، يسيبك كده لا حول ليك ولا قوه. طب هتعمل ايه؟ هتقعد تعجن وتخبز مع الحريم؟ بص يا باشمهندس، عاوز بيتي يكون بيعبر عن شخصيتي، زي تاتوهاتي يعني. بص هنا جوني، بص مكتوب ازاي، بص ليبرتيتي الخراطيش، يعني رجل شرقي مصري، حتى الصميم فاهمني. انا عايز بيتي يبقى كده، عايز الجيم يبقى الستايل بتاعه كده، عايز حمام السباحه يبقى هنا شرقي برضو، يعني مثلا ممكن اعمله ارابيسك. مش غريبه شويه؟ غريبه شويه ليه؟ انت ليه تقليدي؟ عايزك تتجنن، اتجنن معايا يا اخي شويه، مش ممكن قفلني. معلش اتجنن. ممكن نعمل برضو اقول لك العوامات مثلا على شكل قرص الجله. جله او طعميه وادبر يعني، اي حاجه، اي قرص. ممكن يبقى مثلا في قدره عايمه في البول، يعني جو شرقي. هو بتعمل ايه يا جزمه انت؟ وهو هم الاستمثال يا ولد. اهدى بس يا كبير، انا هفهمك. اتفهمني ولا نيله، لم المقاطيع دول واطلع يا اما هتخكم النار. لا ده مش حقك، مش حقك. انا ليا نص الدوار ده بالظبط، سيب الناس تشوف شغلها. ماشي يا بسكويتي. فيري ويرد. المهم عايزين نعمل البول. يلا يا مناديح يا ولاد المناديح. احنا هنعاود نسيطر على البلد من تاني، وهنبدا من هنا الدوار، الدوار الكبير اللي ما حدش هيقدر يهوب نواحيه واصل. مش الكبير اللي هيتلطخ على قفاه ويسكت، احنا هنضربه، وضربتنا هتكون قويه وبقبضه من حديد. بقبضه من ايه؟ حديد يا كبير. ما بتردش. دين انا هجرب تاني. على فكره انت اخوك الكبير ده زودها جدا. هاي انا الكبير. لا زوني، انا قصدي اخوك الكبير. يعني بتقفر تقول ال يعني ايه؟ هفهمها كده. يقصد النيك نيم. بالظبط النيك نيم. اوكي. ايه ده؟ الف سلام عليك، انت داس على ايدك جرار؟ لا انا ما متعورش، دي دي زي دي. ايه ده كمان عامل لون شعره لون شعر. ادرس بص، انا بحبك عشان كده. بي يور سيلف مان. كيف يعني؟ في مثل مصري قديم بيقول لك ما تحاولش تبقى اي حد تاني غير نفسك. قدامي قدامي يا تفتوف انت. بليز ليت مي جو، ليت مي جو، لسه عنا شعري. الحق يا كبير، الحق لقيت ايه؟ لسه عنا شعري بقى. يا مرحب يا مرحب يا القطقطة الشقرة. أم أيبود ما هربتش معاهم؟ لا يا كبير، استنت عشان تتلقى وعده. ده أخوك جوني. ألو.
أشلي، إيه ده؟ أنت صوتك عامل كده ليه؟ يعني هو البعيد ما عندهوش تمييز؟ ده ينفع يبقى صوت مرة؟ Let me guess. الكبير؟ أيوة أنا الكبير. السنيورة بتاعتكم عندينا هنا في الحفظ والصون. هتقل عقلك وتبلغ الحكومة؟ أنا أجريسها لك نجريسة زينة ورصيها لك سكر ودخلها لك الفرن ورجعها لك كحكة. معلش آخر حتة هترجعها إيه؟ كحكة. بص أنا برضو لسه ما فهمتش ده تقصد إيه، بس واضح إنها حاجة وحشة. صدقني يا كبير لو حطيت إيدك عليها وديني وديني أعلى ما في خيلك ولا خيل إيه؟ ما أنت عيل فرفور أصلك. أعلى ما في بيتش باجيك اركبه. أو ماي جاد أو ماي جاد. إيه؟ يا فزاع أملك يا ست الناس، عينيك عليها ما تفرقهاش ووعاك تغفل عنيها دقيقة واحدة. أمر جنابك. حلو الموبايل ده. لا بقى كده الموضوع بقى اوفر جدا ولازم نبلغ البوليس. ما ينفعش نبلغ البوليس، ده بيقول لي هينقرشها لي نقرشها زينه ويحط عليها سكر ويدخلها جوه المايكروويف ويطلعها لي بتاع دوت كحكة. كحكة كحكة كحكة. وبعدين ما ينفعش اول ما امسك العموديه يعني احبس اخويا، يعني جو رخيص جدي. ماشي يا جامدين، هنعمل ايه؟ مش عارف، بس اي ثينك ان احنا لازم نروح مكان هادي نفكر فيه بدل الغيب ده. عندي عندي يا سيدوني. هي عندي واحدة كفاية. والله العظيم ما في أهدى من دورنا، وإن ما شلتكش الأرض نشيلوك فوق حبابي عينيني. ها يا جوني، فكرت هنعمل إيه؟ قول. فكرت هنعمل إيه؟ سامع قول. فكرت هنعمل إيه؟ كان في فكرة في دماغي بس راحت بعد ما جيت المكان الويرد ده. طب حاول تفتكرها تاني طيب. كفاية كفاية. ها يا سيدوني، كله تمام. هيرجعونا للشقاوة تاني. عاوز تنين عباب المطبخ، واحد عباب الزريبة، وانت اشرف. امر يا كبير. عاوزك تقعد تحرس هنا لو عينك غفلت يا اشرف. عمسكك السلك عريان. لا بلاشك بلاشك يا كبير. خلاص انا اطلع انام لي ساعتين، لو اي حاجة حصلت بلغوني صحوني. بوه فين الوقت فزاع؟ فزاع مع البت الخواجاية يا كبير، ملازمها كيف ما أمرت. انت هتفضل تبصلي كده كتير؟ لازم أنا مالي. يعني انت فاضي مش وراك حاجة تعملها؟ لا. طيب ممكن تفكي الحبل شوية، ايدي هتتقطع. ايدي هتتقطع. يرضيك ايدي تتقطع؟ لا ما هيرضينيش يا ست اشلي، لكن انا عبد المأمور. كنت فاكرك كده فيزو. مين فيزو ده؟ انت فيزو. بدلعك، مش عايزني ادلعك؟ فيزو يا بلا ماخده يا ست اشلي. ليه ما فيش؟ طيب انا ايدي وجعاني بجد، كل ده وما صعبتش عليك. فكني بقى. انا يا الجوز ولا عاش ولا كان اللي يربطك يا ست اشلي. شفت ايدي؟ سلام عليها. ميرسي ان انت فكيتني، بس ممكن تجيب لي ميه عشان عطشانه؟ عشطانه من عليا الجوز. تفضل يا ست اشلي. ميرسي. ايه ده، بص العصفوره فين؟ ليه؟ وانتوا صوتكم هتفضحوني يا اغبيه. ما انت اللي لبست ده تكنيك. انا قاصد ايه الزفت اللي انت لابسين يا عم؟ الزفت اللي على دماغك ده ايه؟ هدرس ده. اوعى توماس. يا انت هتفضل هنا وتفضل مدور. مدور؟ مش قصدي مقلوز، قصدي مدور البيتش باجي. اوكي. وانا هاخد هدرس معايا نقتحم القلعه، لانه عارف كل مداخلها ومخارجها. مداخلها بس؟ لا اهبل اهبل برخصه. ليه؟ مداخلها هي مخارجها هي متخلف. يلا يا جماعه استعدنا على شعب الله، نظبط ساعتنا. ساعه الصفر 3 a.m.
لعبة أفلام لا تراجع ولا استسلام. فيلم قديم لحظة عمر. ايه 48 ساعة في اسرائيل. طب بيي طب ايه عايزه ليه؟ عايزه ليه؟ ما هي الساعة ظبطها من اساس. ايه يا جماعة ده؟ احنا بنلعب واختي بتموت جوه يا جوني. خلاص اشلي بتموت. خلاص توماس اشلي يا حبيبتي يا اشلي. يا ترى نايمة ولا صاحية؟ توماس عايشة ولا ميتة؟ اوف لاين ولا اون لاين؟ اشلي يا حبيبتي يا اشلي اشلي يا جماعة في عقبة كبيرة قوي ما كناش مفكرين فيها. ايه؟ هنعمل ايه في السور الهيوج ده؟ لا انا جات لي فكره دي برضو مهما كان اختي. عايز اروح نصطاد سمك ونحل عليها يا متخلف. لا يا جوني انت مش فاهم. تعالى كده. ده بقى بتاع المهمات الخاصه يتعمل كده. اجرب انا اجرب اجرب. ايوه احنا في مولد هنا. اقعد هنا مش ناقصه متخلفين وهبل. دو جوني استعدنا عشاء بالله. هنطاكيه Don't panic, don't panic. هنعرف نعملها. Trust me, we can do it. أنا خايف أنا خايف. ما تخافش ما تخافش. Trust me. يعني يعني ثق فيا. بجد هنعرف نعملها. بص يا سيدوني روح أنت وسيبني. ما أقدرش يا هدرس ما أقدرش. الطريق اللي ابتديناه سوا هننهيه سوا. بص في عينيا بص في عينيا. 1 2 3. الحمد لله. اوه ماي جاد هدرس ام بليدنج. يبقى لازم نطهر الجرح. لا 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 ده قدري. انا هستنى هنا كمل لوحدك انت المشوار وبليز ابقى احكي للناس حكايتي. لا الطريق اللي بديناه سوا لازم ننهوه سوا. بص لي في عيني بص لي في عيني. انا لسه قايل لك الكلام ده فوق دلوقتي. انت قلود قوي مش ممكن. دي جافو. استناني هنا وانا هطلع فوق. لو حسيت بأي خطر يا هدرس اعمل لي صوت انثى لما في موسم التزاوج. اوكي
ايش لي انسر مي بقى. بركة انك هربتي، تعالي اوديك لست توماس. توماس ست توماس اشلي اشلي ما ماتتش. قبضت عليها. قبضت عليها ايش تعبيتك من اشلي؟ ار يو اوكي؟ اوكي انا هكلم جون. انت كمان طلعت ابل. او ماي جاد. الو. او ماي جاد. او ماي جاد. ايه اللي حصل؟ في صوت رزع وضرب. انا مش مطمن. يا ده جوني بيموت. جوني بيموت. جوني. خطوة عزيزة يا عمدة. يا كبير صدقني بجد انا كنت جاي عشان اخد فرشة سناني والكوتن بادز عشان وداني. اسكت ساكت. ده انت وجعتك مربربة يا ولد ابوي. اوعى تتهور، اوعى تتهور. انت مش عارف انا ممكن اعمل ايه. هتعمل وانت لساتك هتعمل. ما انت عملت يا سنيور وانت تهدمت علي في داري. والله وقعت ولا حد سمع عليك. ها تحب نبتدي منين يا بسكويتي؟ Are you crazy؟ انت هتذبحني؟ هذبحك. ده انا هذبحك وانفخك واصلخك حي وقطعك قطيع واحبيك في سكاير سمنت وسخه. ارمي السلاح اللي في ايدك يا كبير. اي حركه هنضرب في المليان. مفيش داعي للمقاومه. مليان ايه وفاضي ايه اللي هتضرب فيه حظابط؟ انا كنت بعلم ولد ابوي العمده الجديد اصول المرجله والعموديه. ما يصحش برضك يعني يبقى العمده كيف شاكيري. كذاب ما صدقوش حضره الضابط حتى اسال جوني. ايوه دول كانوا خاطفيني از رهينه. صحيح الكلام ده مستر جوني؟ يا اخويا الكبير عمره ما يكذب ابدا. ده كان فيلم كنا عاملينه انا وهو على توماس واشلي عشان يعيشوا جو الاكشن. خير يا ست الناس. صباح النور. الفطور جاهز. ايه ده فين الفطيرة؟ الفطيرة هتاجي من الفرن عشان تبقى موهوجة. طب يا رب تاجي قوام الكبير هيندل دلوك. اها صباح الخير يا كبير. وطي صوتك يا هاتيري. يا رب قلناش لحالنا بقلين الجيري وجيري بتصرش كمان بقى كده. يا توماس هو ده رد الجميل؟ ده انت طلعت شاب جدي. مش كان زمانك مرمي دلوقتي في القسم مع القتال والحراميين؟ والله يا فزاع شكلي هديك بالفرجلي. طيب انا عملت ايه طه؟ يا عم تير تير تليفون واحد لل 911 هينفخوك في سنتي. بقول لك ايه يا فزاع؟ امن جنابك. اخبط راسك فضخ الحيطه. ولا طينت قلت حاجة يا كبير. ما أنا خشمي مسوجرة. ها بس منك ليه؟ بلاش لعب العيال الصغيرين ده. انت هتعلي حسك علي يا مجنون انت؟ لا يا كبير لا. ده اللي بكلم الغفر اللي برا المتنحين دول. امشي اطلع برا يا هتير. هتطردني من الجنة؟ انا رايح للناس الطيبين دول. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه هدرس عملت ايه مع الناس بتوع المسرح؟ طب جريت. روح دلوقتي بقى على المطبعة عشان تجيب البوسترز. اوكي باي. وندرفول. طيب المغنية جاية امتى؟ بعد بكرة. فرصة ريه ومرسح ايه؟ انا مش فاهم حاجة يا بيه. افهمك يا انكل جابو. احنا عاملين الحفلة دي بمناسبة ان جوني بقى النيو عمدة واخترنا نيكول سابا عشان تيجي تغني فيها. بس نيكول سابا. نيكول سابا انت تعرفها؟ ومين في مصر ما يعرفش نيكول سابا؟ شفت يا جوني مش قلتلك هنا بيحبوها جامد. بس برضو I think لو كنا جبنا يعني إلتون جون كان عمل شغل هنا دماغهم كده. طب والست نيكول يعني لما تيجي هتبيت فين؟ هصادفها عندي هنا طبعا ثلاث ايام قبل الحفلة. لا ده عنديها عنديها هناك. المسخرة دي ما هتعتبش الدوار الكبير جوي واصل. حاسب حاسب ده نصي نصي اوعى تعديه. وحياة أغلى حاجة عندك يا كبير. ده نكون سبا دي عسولة قوي. لا يعني لا مش من حقك يا كبير. أنا العمدة دلوقتي ودي أملاكي أملاكي يعني ما يخصكش. لا يخصني
والكبير قوي لو كان عايش كان طربقها فوق دماغك. بقول لجنابك ايه؟ ما تتسرعش يا كبير، بيكول هون اللي حقول لك كليه. وعي جنابك ناكل سابة دي تبقى مين؟ تبقى مين؟ عارف المطربة اللي جنابك بتزوم أول ما تشوفها؟ نهون فيهم اللي حقول يشغلني بيك وهواك بعد معاك بتاعت الفيلم عادل إمام تجربة الدنماركية أنيتا جوتنبرج باه اللي راحت مجلس الوزراء بلبس الغزير بشحمة ولحمة أموت أنا وأعيد السنة. بتقولوا إيه؟ مفيش، بقول إن المسخرة دي لا يمكن تدخل الدوار هنا أبداً. ورحمة أبوك يا كبير توافق؟ لا عشان خطري يا كبير. جزرة وقطر ما جحش. حطيت لي 4 رجال على الباب اللي وراني. حصل يا كبير، و4 على القداماني كمان. عفارم، طلع لي 2 فوق السطوح، واحد الناحية الشرقية وواحد الناحية الغربية. غير العشرة اللي فوق؟ ايوه. امر جنابك. امنت كل مداخل ومخارج البلد. حصل يا كبير. اديت لكل راجل فيهم سلاح. حصل يا كبير. جبت لي اسطوانة فيفا 2010. ما لقيتش يا كبير. باه. وانا ما عرفش اتكل عليك واصل. ماني لو بعت راجل كان زمان وجابها. يمين بالله يا كبير لفيت عليها بكل مطرح ما لقيتش، لقيت نسخة مضروبة. والله ما يرضنيش جنابك تلعب بالبرشلونة من غير ديفيد فيا وسافي ألونسو. عامل لي فيها فابيو كابيلو، وأنت اللي حتحط التشكيل ولا إيه؟ العفو جنابك. ورايا كبير اديه نص جوني بيه. ورايا أمر جنابك. أهالي المزاريطة الكرام، اليوم موعدكم مع المباراة التاريخية، المباراة التي لا تقبل الجسم على 2 والأعمار بيد الله، مباراة التحدي الكبير بين بطل وجه قبلي عزام القط. كله زي الفل، بس انت لازم تعدي الجوله الاولى. هي جوله قد ايه يا كوتش؟ دي اللهم صل على النبي. البوكس هو انا مش متذكر قوي. يعني يا نص يا ربع. يا نص وربع ايه يا حاج؟ بس عموما اول الجرس ما يضرب يبقى الجوله خلصت. انت قلقان من ايه؟ ده مش هياخد من ايدك غلوه. ده انت فاكس موت. عاش يا وحش. طيب وعز الجلال الله انت خمام. انا نشك 3 مرات ولا الطلق بتاعك بيخلص ولا الجندي بيموت والاستكسخ سليم. بس انت بس تعبان قوي. مين ده اللي تعبان؟ اللي هجيلكم بالليل وادمركم. شوف والليل ده بعيد. يا فرحة امك بيه. منور يا كبير. يا ريتك جاب الدكر بط احسن.
وكمان خسران واخد على قفاك. لا يا كبير مش خسران، انا خسرت جوله لكن لسه المعركه ما خلصتش. جاتك النيله، خد يا تعقول. خير يا كبير، امر جناب. ايه واهل البلد كلاتهم بيقولوا نتيتي. امال ايه يا كبير، ده حتى الحريم بيقول يا جع المزاريطه دوت كوم اللي عاملها لهم جوني بيه. بيه ايه يا بو؟ قصدي ان هو عامل لهم ساعتين الصبحيه للحريم، وقريب جوا هيفتتح ركن العائلات. ايه النت دي اللي دايلنا على قرع عايمه دي؟ ان شاء الله تكون فرحان ومبسوط يا ود ابوي. اوي اوي. ثانكس برو على السؤال. اتفضل في النص بتاعي. يا ساقع، البلد كلها تخرب بالنت بتاعك ده، والناس مخها تخن، واحنا ما ناقصينش. قصدك مخها كبر؟ برو احنا في 2010، يعني النت بقى من اساسيات الحياه، زي الاكل، زي الشرب، زي السوشي، زي التان. ما طول عمرنا عايشين من غير الزفت ده. الناس كلها عملت زرعها وقلعها وعم تنتت دلوك. بالك الكبير قوي لو كان عايش كان طربق النت ده فوق نفوخك. ثانية واحدة، ده انت غلبان جدي. الكبير قوي ملوش علاقة بالنت؟ داد كان خاربها خاربها خاربها. بوه، حتى الكبير قوي طلع نتيت. نتيت؟ ده كان نتيت وعطيت. بقول لك كان خاربها. برو انت تقريبا الوحيد في الكون كله ملوش علاقه بالنت. الام اليومين دول هو اللي ما يعرفش حاجه عن النت، مش اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب. انت لازم تتعلم الحوار ده وتعلمه لاهل بيتك. انا ممكن اعمل معاك واجب اعلمك كل الحاجات دي ببلاش. اخلص انا الكمبيوتر يخش بيتي ليه؟ بسكويت انا اياك. كبير ما ترميش عصيانك وقاذوراتك في النص بتاعي. بيتي وفي قطي وعلى سريري كمان. يا ضرر علي، قلتي غلطكي. اخر مره يا كبير، ما هعملش كده تاني وحياه راس ابوي. قسما عظما يا هديه، لو شفت اي نت او لابتوب في البيت لان مكسر البيت كله على نفوخ. شفت؟ تعال. حد شافك وانت جاي؟ لا. وطي صوتك، وطي صوتك. ما اسمعش حسك لحد ما ينقفل علينا باب وحل. حاضر يا كبير. انت جيت يا كبير؟ ايوه جيت. احضر لك العشاء؟ لا لا، واكل واكل، خشي نام انت. طيب يا كبير. ايوه. عم بتعمل ايه؟ عم بتمرن. طب ما تشاور عقلك يا كبير وتاكل، ده انا عامله لك ملوخيه بالانارب ورز معمر. قلت لك طافح طافح، خشي نامي. طيب. يا كبير. احضر لك الحمام. يحضروا كفنك يا بعيده، يحضروا كفنك يا بعيده. فين المخفي ده؟ انت فين يا سوف؟ انا هنا هنا. قدامي قدامي. في في يا كبير، هو انا عملت حاجه غلط لا سمح الله؟ اسمع يا انت، اللي هيحصل هنا في الاوضه دي دلوق لازم ان يفضل سر بيني وبينك اليوم الدين. لا لا لا. بس يا دي عشان تفضحنا. أنا كنت عاوز أتعلم الكمبيوتر على النت على المازنجر والحاجات دي. بس كده؟ بس. وجعت قلبي. اقعد اقعد يا كبير، دي حاجة بسيطة. أمال إيه الدخلة اللي مطينة الطين دي؟ اقعد اقعد، دي حاجة بسيطة قوي. رايح فين يا مخبل؟ امسكت اقعد هنا. هو أنا غلطت في حاجة يا كبير لا سمح الله؟ ده كرسي كبير يا هتير، اقعد. علمني. طب امال فين الجهاز اللي هنشتغله عليه يا كبير؟ ثانية واحدة. لو ما فيش خالص مش مشكلة. ثانية واحدة. ما فيش مشكلة لو ما فيش. به 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 به، ايه الحلاوة دي يا كبير؟ الله، وده ايه؟ جايبه جديد ولا موقع يوزد؟
احنا نهزره سوا. انت مال اهلك، ما تشوف شغلك وخلاص. العفو يا كبير العفو. علمني. بسم الله الرحمن الرحيم. يتكون جهاز الكمبيوتر من عدة أجزاء، لوحة المفاتيح ويطلق عليها الكيبورد، الشاشة والفارة ويطلق عليها أيضاً الماوس. عند بدء التشغيل يجب الضغط على زر الطاقة أو الباور، وهنا هننتظر لحظات صغيرة إلى أن يبدأ التحميل أو اللودينج. وعندما يبدأ اللودينج ننتظر قليلاً إلى أن يشتغل الجهاز ببرامج التحميل نوافذ إكس بي أو الويندوز. فاهم يا كبير؟ يا وجع مربربة. بصوا يا جماعة، انتوا الحراميين وانتوا البوليس الشرطيين، عاوزكوا تقطعوا بعض، عاوز فحت، ريل فحت. انجوي. Two enemies left. انجر انجر انجر. ايه يا مخبل انت؟ شايف لي فاروج شمرطة قاعدة قدامك؟ لا لا العفو يا كبير، انا قصدي انجر الايقوني. انا عارف الايقوني. لا يا كبير انت عارفها كويس، استهدى بالله. فاكر لما قلنا نمسك الماوس ونعمل بيه دبل كليك دبل كليك؟ ها كبير. يا دي النور يا دي الهنا يا دي النور يا دي الهنا. اتفضل يا كبير اتفضل. اجيب لك ايه؟ ايه الزيطه دي يا واد يا زوير؟ مين من يلعب مع مين؟ البارسا والانتر. كير اصل احنا عقبال عندك يا كبير، جبنا الدارين بوكس. ايوه جاي. صباح الخير يا كبير. صباح الزفت يا دبر النحس. معمل الارض لما تلعب. انا بتشات يا كبير، ما تاجي خد لفه معاي. لفت عليك عقرب يا بعيد جابت اجلك. ايه يا رجال بقيت اقولكم نتيتي؟ كملتوا الارض والاشغال ومشيتوا على كلام الفاضي بتاع جوني دي. طيب وعز الجلال الله انت خمام. انا نشك ثلاث مرات ولا الطلق بتاعك بيخلص ولا الجندي بيموت والاستكسخ سليل. بس انت بس تعبان قوي. مين ده اللي تعبان؟ اللي هجيلكم بالليل وادمركم. شوف والليل ده بعيد. يا فرحة امك بيه. منور يا كبير. يا ريتك جاب الدكر بط احسن وكمان خسران واخد على قفاك. لا يا كبير مش خسران، انا خسرت جوله لكن لسه المعركه ما خلصتش. جاتك النيله، خد يا التعقول. خير يا كبير امر جناب. ايه هو اهل البلد كلاتهم بيجوا نتيتي؟ امال ايه يا كبير، ده حتى الحريم بيجوا ياجوا على المزاريطه دوت كوم اللي عاملها لهم جوني بيه. بيه ايه يا بو؟ قصدي ان هو عامل لهم ساعتين الصبحيه للحريم، وقريب جوا هيفتتح ركن العائلات. ايه النت دي اللي دايلنا على قرع عايمه دي؟